العيون أباها بدون آيلاينر، فيها جليتر شوي وسحبة رموش. يعني أنت تبغى العيون ناعمة بس فيها سحبة إيه؟ على خفيف. أما بالنسبة للشعر فأحتاج ويبي، أحتاج فيه فوليوم وبس. أبغى يكون إكسترا شوي الميك اب، ممكن تكون ألوان السانست لأنه المفروض يكون اللوك صيفي. حبيته يكون لون جريء ولا خفيف؟ جريء. طيب إيش رأيك يكون اللون العين فاتح وندرجة ألوان سانست على الخد؟ ممتاز، I like it. أما بالنسبة لشعرها مرفوع كله على وراء أو جدولة، ما ودي يكون على وجهها، يعني ودي يبرز وجهها أكثر. حاطة الأمل عليكم إنه يطلع لك إليجنت كذا. إن شاء الله نكون إحنا الفايزين يا رب. بإذن الله.